بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد. بسم الله وعلى بركته، نواصل الكلام حول السيرة النبوية الشريفة وما يمكن أن يستفاد منها في حب الوطن. وصلنا إلى الفقرة التاسعة اللي هي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. طبعا في هذه الرحلة الطويلة الشاقة، النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تبارك وتعالى فوصل إلى المدينة المنورة سالما مطمئنا مؤيدا محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. وهناك طبعا أهل المدينة تنافسوا على ضيافته صلى الله عليه وسلم، غير أن الله شاء أن يختص أبا أيوب الأنصاري بهذا الفضل العظيم والخير الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ها هنا المنزل إن شاء الله، ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كثيرة. الآن بدأت مرحلة جديدة في الدعوة الإسلامية، الآن أصبح للمسلمين مكانا آمنا وموطنا مستقرا، والناس تفد إليه من كل مكان. كما قلنا في الدرس الماضي إن الهجرة إلى المدينة المنورة واجبة، فأصبحت لهم شوكة وقوة ليس كما كانوا في مكة. فأهم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي قام بها في المدينة المنورة، أول رقم واحد بناء المسجد، المسجد النبوي الشريف اللي الآن ما شاء الله أصبح يعني معلما بارزا واسعا كبيرا، حتى قالوا إن المدينة القديمة كلها أصبحت مسجد. يعني الآن المسجد النبوي الشريف يضم المدينة المنورة القديمة كلها مع هذه التوسعة الهائلة الكبيرة، لكنه كان في أول ما بني بأشياء بسيطة جدا كما هو متاح في ذلك الزمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك بنفسه في بناء المسجد وينقل الحجارة، وكان ينشد عليه الصلاة والسلام وينشدون معه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وبعدين أيضا الصحابة كانوا يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. هذه أناشيد تدفعهم إلى القوة وبذل الجهد في العمل، كما هو معلوم في من يقوم في عمل شاق يصنع من هذا الأمر. ثم بنى حجراته صلى الله عليه وسلم حول المسجد، أي البيوت التي يسكن فيها أزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا النص الذي أمامنا يبين أموراً مهمة جداً، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيماً مسدداً ولا ريب من الله تبارك وتعالى، حينما قال للصحابة رضي الله عنهم وهم يحاولون أن يجتذبوا ناقته، كل واحد يجر الزمام من هنا: المنزل عندي يا رسول الله، الضيافة عندي يا رسول الله، أنت عندي يا رسول الله، أحسن مشكلة ممكن تؤدي إلى تشاجر وقتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها مأمورة، أترك الناقة هي موجهة ليست كسائر النوق، دعوها فإنها مأمورة، حيث تجلس هذا هو المنزل. فإذا هذا من فضل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يرضي الجميع، وإلا هذه مسألة صعبة جدا، لأن الحب دافع لكل واحد منهم قد يدعوه أن يتجاوز يمكن حتى الأمور المألوفة من شدة حبه. لكن لما علموا أن هذا من الله رضي الجميع، كلهم الآن يهنئون أبا أيوب
دائما أيها الإخوة، المحنة في الدورة السابقة الكتاب القيم الذي تكلمنا به مقاصد الرعاية للإمام العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الكتاب القيم الذي ننصح بأن يقرأه كل مسلم يحتاج إليه. ليه؟ لأنه يعالج النفس البشرية، فالنفس البشرية تحتاج إلى معالجة. ولذلك التنافس في الخير يؤدي إلى محبة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن التنافس في الشر ومآرب النفس تؤدي إلى معترك. الآن الصحابة لما علموا أن هذا من الله، ما في واحد يحقد على أبي أيوب، أو ما في واحد يزعل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو فما في واحد يقول لماذا عند فلان، لماذا ليس عندي، نعمل قسمة يوم عند فلان، أبدا. الآن الكل يهنئون أبا أيوب. ليه؟ لأنهم علموا أن أخاهم قد خصه الله تبارك وتعالى بهذه الخصوصية، هذا من الله تبارك وتعالى. يعني هناك كما مر معنا كان العز رحمة الله عليه يلمح إلى مثل هذه الأمور ويضع القواعد لها إلى آخره، وهو كتاب قيم يعني موجود على النت، ممكن أحد يرجع إليه. وأيضا نحن وفقنا الله تبارك وتعالى إلى شرحه، ممكن يوم الأيام ييسر الله تبارك وتعالى طباعة ذلك، فلعل الله ينفعنا وينفع به كل من قرأه. أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بناء المسجد، وهذا يدل على مكانة وأهمية المسجد في الإسلام. المسجد هو موضع العبادة التي يجتمع فيه المسلمون، ولذلك ينبغي الاعتناء به، وأن يعمل المسلمون على أن يكون مقدماً في كل موطن أو مدينة أو حي أو منطقة. يعني لما يراد بناء حي من الأحياء، منطقة، مدينة، ينبغي أن يجعل المسجد رقم واحد. تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالمسجد، وهذا والحمد لله موجود كما هو في هذه البلاد وفي بلاد أخرى من المسلمين، يعني يخططون هذا التخطيط، فلا تجد حي من الأحياء ليس فيه مسجداً، بل ربما تجد أكثر من مسجد في هذه المنطقة، وهذا شيء طيب. لكن قد تجد مثلاً في حتى في بعض بلاد المسلمين يمكن أحياء كاملة لا تجد مسجد. يعني لما تروح أنت في منطقة إلى مسجد تحتاج أن تركب سيارة حتى تصل إلى المسجد الذي تقصده، أماكن بعيدة، وهذا ما كان ينبغي أن يكون. بل ينبغي أن يكون التخطيط الأول، يعني مثل ما يخططوا لمستشفى، مثل ما يخططوا لمدرسة، مثل ما يخططوا لموضع محكمة أو كذا، يخططوا لمسجد. بل ينبغي أن يكون المسجد رقم واحد تأسياً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأي واحد مثلاً يصبح له شأن أو مكانة يعمل هذا ويذكر بمثل هذا فهو مهم جداً، لأن المسجد سبب في إلفة الناس وتكاتفهم والاطلاع على مشاكلهم وأحوالهم، وبذلك يكون الوطن آمناً مستقراً، خاصة إذا كان فيه من الأئمة والوعاظ والخطباء من يحسن كيف يوجه الناس. لأن الحقيقة الخطابة والوعظ تحتاج إلى فن وإلى معرفة، ولها قواعد ولها شروط ولها آداب، فالذي يحسن ذلك سيكون مردود خيراً وبركة على وطنه بلا شك، لأنه يحسن كيف يوجه الناس. دائماً نحن نضرب بهذه الفوضى التي حصلت بسبب ابتعادهم عن هؤلاء الموجهين، أو أخذهم هذه الأحكام من غير أهلها، فحصل ما حصل. إذن المسجد مهم جداً، إذا رزق بإمام أو خطيب أو واعظ يحسن كيف يوجه الناس وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وفي مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في البناء لها دلالتان،
الأولى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك أنا الرئيس، أنا القائد، هم يعملون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بنفسه، يحمل الحجارة والغبار يأتي عليه والتراب يأتي عليه عليه الصلاة والسلام، يعني يشاركهم في أعمالهم ولم يتميز عليهم. والثاني يدل على أن هذا العمل عملاً نبيلاً مهماً، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من يكفيه، الصحابة كلهم يودون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مكان بارد هانئ، يا رسول الله نحن نكفيك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يعمل. يدل هذا على أن العمل في المسجد شرف. ولذلك فليحمد الله الذين يكون لهم عمل في المسجد، إمام، خطيب، مؤذن، فراش، خادم للمسجد، منظف للمسجد، هذا شرف عظيم، وعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى إذ يسر له ذلك. ألم نقرأ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هذه المرأة السوداء لما توفيت كانت تقوم المسجد تنظفه، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها افتقدها، قالوا يا رسول الله ماتت، قال هلا آذنتموني؟ يعني كيف تموت هذه وتصلون عليها ولا تخبروني حتى أصلي عليها؟ دلوني على قبرها هنيئا لها، رضي الله عنها وأرضاها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها، مما يشعر إلى نبل عملها الذي كانت تقوم به وأنه عمل جليل. تخيل أن تتأمل أنك أنت تنظف بيت من؟ بيت من؟ يعني لو كان بيت السلطان، لو بيت الملك، بيت رئيس الوزراء، بيت الكذا، ايش يكون بيت الله؟ انت لما الان شوف لكنا وساخه وتحملها، لما تشوف حاجه وتشيلها، انت تخيل في ذهنك انك انت تنظف بيت الله، وربنا كيف راح يكافئك وانت تنظف بيته؟ وذاك لما تحافظ عليه، على سكينته، على طمأنينته، لا تؤذي احدا فيه، تنشر الخير فيه، تعلم الناس فيه. معقول نحن دعونا للإخوة القائمين على هذه الدورة ولم نزل ندعو لهم جزاهم الله خيرا إذ جعلوها في بيت من بيوت الله؟ احنا فين جالسين؟ في ضيافة الله، في بيت الله. فهذا يعني حقيقة شرف من الله، جزاهم الله خيرا، وإلا كان بإمكانهم يجعلوها في أي مكان آخر. إذن قضية عمل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يدل على أهمية هذا العمل. ولذلك يا أخواني، نحن إذا أردنا لأنفسنا الخير، أي مسجد ندخله نحاول أن نخدمه بما نستطيع. كما قلت لك، حتى لو تجد قشات في المسجد وساخة تحملها، حتى لو تخليها في جيبك، أنت تصور هذا بيت الله، لا تريد أن ترى فيه شيئا معيبا أبدا. وإذا رأيت بعض الناس أهل الإحسان، ما شاء الله أهل الخير، إذا ذهبوا إلى بعض البلاد ورأوا المسجد ناقص، أنا حدثني بعض الأخوة قال لما هذا المسجد؟ قالوا والله بنوه بعض الناس وما عنده الاستعداد، فهو راح قام بنفسه أكمله، ما شاء الله، هو الله موسع عليه، هذا المسجد ناقص، ليس عندكم ما تكملوه، أنا أكمله، هذا المسجد يحتاج إلى حاجة فلانية، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى ولو شيء يسير. يستشعر أنه يقدم لمن؟ لله، لله. يعني إنسان لما يتفكر فيها هذا أمر عظيم. ولذلك يعملها ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أنا ما أريد جزائي إلا من الله، شوف ما أحد يقول لي شيء أبدا، أنا أريد جزائي لأني عملت هذا مع الله. هذا إذن دلالة هذا الحديث مهم جدا، أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ينبغي لنا أن ننتبه إلى أهميته، إلى أهمية ذلك. ثم المسجد النبوي كما تعلم لم يكن مجرد موضع صلاة، إنما هو جامعة سامقة، بمعنى الجامعات العريقة الكبرى، يعني فيه كل شيء. المسجد هو دار القضاء، دار الإفتاء، دار الحكم، دار التعليم، دار الإرشاد. المسجد النبوي كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كل مرجعه في المسجد، وكل شيء من المسجد. فكان المسجد منارة خير. ولذلك دائما يعني حتى نتذكر مسجد مقيم مؤتمر قديم في مكة، كان أول مرة مؤتمر نشارك فيه، اسمه مؤتمر رسالة المسجد، أظن من سنة
كما يقال من القرن الماضي 1995 أو كذا، رسالة المسجد، إحياء رسالة المسجد، ويحق ذلك فعلا، لأن المسجد الآن أصبح أغلب المساجد مقتصرة على الصلاة فقط، ولكن ينبغي أن يكون لها دور، يعمل فيها دورات، فيها نشاط، موجودة الحمد لله بعض المساجد فيها دورات تحفيظ القرآن الكريم، دراسة الحديث النبوي الشريف، مثل هذه الحلقات العلمية وغيرها، هذا إحياء لدور المسجد. الآن المسجد الحمد لله متنور، شوف يعني يشع في هذا، في قراءة القرآن والحديث، ومستمرين أنتم ما شاء الله جزاكم الله خير الآن من العصر إلى بعد العشاء، هذا كله إحياء للمسجد، ليس كمسجد الآن مقفل، الناس صلت العصر وسدوا الباب وخرجوا، هل يستوي هذا وهذا؟ لا، ليس هذا المسجد كذاك المسجد. فإذا ينبغي أن ينتبه الإنسان لما يكون في بلد ما، يحاول أن يفكر في إحياء رسالة المسجد بما استطاع، بما استطاع. بناء النبي صلى الله عليه وسلم لبيوته حول المسجد أيضا دليل على أنه ينبغي أن يكون بيت الإمام في المسجد أو قريب من المسجد، وهذا معمول به أيضا في هذه البلاد، في بعض البلاد، لكنه غالبا تكون بيوت صغيرة، يعني قد لا تؤدي الحاجة، ولكن ينبغي أن يكون بيوت تتسع لهذا الرجل وعائلته وكذا، حتى يستطيع أن يؤدي واجبه بدون تأخير. الصلاة أذن المؤذن، قيمة الصلاة جاء، إذا كان عند درس، إذا كان الناس تحتاج إلى أسئلة، إلى أجوبة، يكون أغلب وقته يقضيه في المسجد. أما إذا يكون في مكان بعيد ويأتي إما متأخر اليوم مشغول كذا إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل بيوتاته حول المسجد عليه الصلاة والسلام. وطبعا أيضا هي بنيت على غاية من التواضع كما هو معلوم في سيرته صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتواضعين، فهو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. هذا أول عمل، وهو عمل نبيل مهم جدا. العمل الثاني أيضا مهم، وهو المؤاخاة بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا التآخي. كان هناك مؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين، ولكن هنا المراد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إلى درجة أن هذه المؤاخاة، إلى درجة أن هذه المؤاخاة شملت حتى التوارث، يعني كأنه أخوه من النسب، بحيث إذا مات المهاجري يرثه الأنصاري، إذا مات الأنصاري يرثه المهاجري. واستمرت هذه إلى أن أوقف، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فوقف التوارث وبقيت أخوة الإسلام قائمة إلى الآن إلى قيام الساعة. فأخوة الإسلام قائمة، ولكن التوارث الله تبارك وتعالى خصصه بأولي الأرحام. عندك نص هنا الذي رواه البخاري رحمة الله عليه، أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد ابن الربيع، عبد الرحمن بن عوف، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، يعني نصف لي ونصف لك، والامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ أين السوق؟ دلوني على السوق. دلوه على سوق بني قينقاع، وهذا سوق مشهور بالذهب والأعمال وغيرها، لأن اليهود أهل تجارة كانوا في المدينة، وقبيلة بني قينقاع مشهورة بهذا، فدلوه على ذلك السوق لأنه مهم جداً، فدخل فيه وتاجر حتى فتح الله عليه، فأصبح من كبار تجار المدينة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا إيثار المهاجرين معلوم، وتضحيتهم، إيثار الأنصار وعفة المهاجرين أيضا معلومة. من ذلك أيضا أرسى قواعد الأخوة على الحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم
بيّن أن المؤمنين مثل المؤمنين، عندك الحديث هنا أمامك، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم غفرانك، أين هذا في حياتنا الآن؟ كم يأخذ من 100 هذا المعنى، كم يأخذ من 100 في حياتنا؟ إذا اشتكى منه عضو جسدك، هذا جسدك إذا تألمت العين ما تقول اليد أنا مالي ومال العين، ولا الرجل تقول أنا مالي ومال العين، كلها تسهر، كلها تتألم. هذا أمر بدهي، موضوع العقيدة الإسلامية ما في أسهل منها، ما فيها تعقيد ولا غموض، إنما يضرب لنا الأمثال بما نشاهد ونألف، كما تجد في القرآن الكريم حتى التدليل على البعث بإحياء الأرض وإماتتها، يعني أمور مألوفة واضحة يشهدها كل إنسان. ولذلك طريق الجنة، طريق الجنة ميسر لكل شخص، ولو لأمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفقه شيئا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الطريق الموصل إلى الجنة ميسر للجميع، ولذلك لا حجة لأحد على الله أبدا. لكن بعدين وفوق كل ذي علم عليم، هذا أمر عجب لا تجده في غير القرآن، يعني تغوص في العلم غوص، تكتفي بهذه وصلك إلى الجنة، يوصلك إلى الجنة. وذلك طريق الجنة ما في أيسر منه ولا أسهل أبدا، مفتوح للجميع، سهل واضح بين. شوف أنت إخوانك المسلمين هكذا، شوف المثل هذا كل إنسان يفهمه، بدهي بدهي، يقول لك فعلا إذا عيني تؤلمني خلاص ما أنام الليل، إذا سني يؤلمني ما أنام الليل، ما تقول لك أعضائي أنا خلي أنام ومالي ومالها وروح، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نكون هكذا، لكن أين نحن من هذا؟ الآن كما تعرف ذاك، نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والعافية. المجتمع المدني كان هكذا، المجتمع المدني كان هكذا، والأمثلة على هذا كثيرة. أما ترى الثلاثة الذين كانوا في المعركة ماتوا جميعا ولم يطعموا الماء؟ هل ترى إيثارا أعلى من هذا؟ ألا يصدق فيه هذا الحديث فيهم؟ جاء إلى واحد يئن عطشان إذ يموت فيعطيه الماء، سمع أخاه قالوا أعطيه لأخي، لا إله إلا الله. شوف الثاني أعطيه فرجع، ماتوا جميعا. حقيقة ما ماتوا، الشهداء أحياء عند الله، لكن خلاص فارقوا هذه الحياة. هذا مثال حي للصحابة رضي الله عنهم، هكذا كانوا الصحابة رضي الله عنهم نماذج. إذن أسس هذا المجتمع على أساس الحب والترابط الدقيق اللي مثله هذا الحديث الشريف الذي أمامك. هذا تصور أنت وطن هكذا أهله، كيف يكون هذا الوطن؟ من أسعد الأوطان وأرقى الأوطان وأحسنها وأطيبها، لا شك، لأن الوطن كما قلنا ونكرر أنه ليس بالبنيان إنما بالإنسان. فهكذا هؤلاء الأفراد مترابطون متحابون فيما بينهم، إذن تكون إذن الرابطة بينهم رابطة جيدة. وأيضا الحديث الثاني، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلى آخره. تقول طيب هل هم أنبياء حتى يكونوا معصومين؟ نقول لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه فرصة، مساحة، قد يجري خصام، قد تأتي الشيطان في نزغة من النزغات. العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم السلام فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف ماذا قال، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. لك فرصة 3 أيام، بعد 3 أنت آثم. وذلك هذه ينبغي لها أن ينتبه الناس لها. أما ترى الناس تنبه إلى هذا في الأعياد وفي المناسبات وتسمعها في خطب الجمعة وغيرها، لك انتبه، عندك فرصة إلى 3، جرى خصام دنيا بينك وبين أخيك المسلم، في اليوم 3 بادر أنت إلى المصالحة، السلام عليكم يا أخي، خلاص انتهى. أعطى فرصة، شوف هذا إسلام دين الكمال، دين الكمال،
يعني لأن أول يوم لا زال إنسان غضبان، ثاني يوم أكثر من ذلك، لا ما مقبول. فإذا هكذا يعني تكون الأخوة. نأتي إلى بعض النقاط المستفادة من هذا النص الشريف الذي أمامنا اللي يمثل الحياة الطيبة في المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم عقد الأخوة الإسلامية بين المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين من مكة، أنصار في المدينة، يعني ليس بينهم إلفة ولا عشرة ولا أرحام ولا أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ربطهم برباط الأخوة ليبين أن الإسلام فوق كل شيء، وأن أخوة الدين أعلى من أخوة النسب، وقد برهنوا على ذلك كما مر معنا في بعض النقاط. الحقيقة قصة عبد الرحمن وسعد ابن الربيع رضي الله عنهما، دائما هنا يرد سؤال، لما أنت يوجه إليك السؤال يقول لك أيهما في نظرك أكبر، المؤثر أم المتعفف؟ لما تريد تدقق في الجواب تتحير، يعني هذا الذي يضحي بنصف ماله، في رواية أخرى أيضا بنصف طابقين في أرضي، زوجة يضحي بها يطلقها بينه وبينها عشرة ومحبة وإلف وكذا، ربما أولاد ربما كذا، ويخير ويختار أي واحدة أجمل، أم المتعفف الذي جاءه هذا الرزق الحلال الطيب ويرفض ذلك كله؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قمة قمة قمة، أشقى الناس من يكرههم وأسعد الناس من يحبهم. لذلك لأصحاب النبي اختيار رباني، اختيار رباني، هذا نموذج، وغيره كثير، كل الصحابة كانوا هكذا، لكن هذا ذكر لنا نموذج، لا ينقلون لنا كل حادثة ولا صارت مجلدات، لكن هذا نموذج لهذه المعاملة. هنا عبد الرحمن تعفف أبد يا أخي، وما عنده غدا يتغدى، يمكن ما عنده شيء، لأن تركوا كل شيء، المشركون سيطروا على أموالهم وأخذوا كل شيء منهم، وهم جاءوا صفر اليدين من حيث الدنيا. طيب وهذا رجلي هذا الرزق الطيب، كان قل له جزاك الله خير، يعني أخذ كذا أخذ ربع أخذ كذا، أبدا ولا ذرة ولا ذرة أخذ منه. لكن انتبه إلى أنه ماذا قال، علامة تدل كلمة وأين سوقكم وما ارتباطها بالوطن، هذه لها ارتباط وثيق في الموضوع الذي نتكلم فيه. كما قلنا ونحن، أنا قلت كلمة عامة، أن كل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تصب في موضوع حب الوطن وازدهاره، كلها في التحقيق، لأنه هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما قال وأين سوقكم، شوف أين سوقكم، حقق معنى التوكل الصحيح، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بمعنى أنه لم يخلد إلى التواكل، رفض أن يأخذ من أخيه شيئا، ورفض أن يبقى متكاسلا، ولكن قال أنا أريد أعمل، دلوني على السوق. كان يقولون عنده عقال بعير لا أدري من أين جاءت به، فباع واشترى باع واشترى باع فترة وجيزة، تزوج على نواة من ذهب، يعني مبلغ كبير في ذلك الزمان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هيم، يعني إيش حصل لك أنت هكذا، لأنه كان ما شاء الله ملبسه جديد وحاطط عطر وكذا إلى آخره، قال تزوجت يا رسول الله، يعني الله فتح عليه فتح عليه، فصار من كبار تجار المدينة، والقصص كثيرة مشهورة عنه، لأنه حقق معنى التوكل. شوف يا أخواني الآية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إيش معنى حسبه؟ كافيه كافيه، هذا كلام من؟ كلام الله، هذا كلام الله، لكن يتوكل وعلى من؟ على الله. شوف هكذا صنع عبد الرحمن، تعفف وصدق في التوكل
وذهب إلى السوق ليعمل، لأن الوطن يحتاج إلى تحريك حركة كما يقال الاقتصادية. إذن أنا أريد أشتغل حركة، حركة في البلد، وهكذا. فإذن هو مثل المعنى الصحيح الذي يريده الإسلام. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طبعا الأخوة مهمة جدا، ولم تزل أهميتها قائمة إلى زماننا هذا. يعني أنا عبد الفقير وفقني الله كتبت كتاب اسمه دعائم السلوك الأمثل من الكتاب والسنة، كتيب صغير لكن فيه معاني أشرت فيه إلى ضرورة أن يكون للإنسان إما شيخ صالح وإما أخ ناصح، وإلا ما يستطيع. إذ يصمد في هذه الحياة ولا يضطرب ولا يتردد، واحد من اثنين: إما الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى شيخ صالح، لما نقول صالح يعني متقيد بقيود الشرعي، عارف الطريق، خابر ذلك، وإما يجد أخ ناصح. شو معنى ناصح؟ يعني لا يغشه. المؤمن مرآة أخيه. أنت لما تخرج إلى الشارع شوف المرآة، تنظر هنا موجودة حاجة، موجودة شيء، ترتب نفسك. الأخ هكذا إذا رأى عند أخيه خلل ينبهه إلى ذلك. إذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى ما جرى بينهم فيما بعد من تشاجر وقتال كان مرده إلى هذا. ذاك ربنا ماذا قال عنهم؟ رحماء بينهم، والرحمة لم تزل بينهم، لكنه يعني إذا رأى أخاه على معصية على انحراف يؤدبه، أنه يحب لا يريد له أن ينزل. مثل لو فرضنا أن هناك طلاب يدرسون العلم أوقات امتحانات، إذا واحد عنده صديق أو أخ ناصح ما يخليه يلعب ولا يلهو، دائما إيش ذكرت؟ وين دروسك يا أخي؟ تعال ندرس، ذكر هذه المسألة، القضية الآن قضية امتحانات، اللعب سيكون في الإجازة، دائما يحثه على هذا. والآخر إذا كان يغشه لا، يقول يا أخي دع بعدين لسه أمامنا وقت طويل إلى آخره، فيضيعه. كذلك بالنسبة للمعاصي والانحرافات وغيرها. فإذا وجدت أخ هكذا فاحرص عليه، لك يا أخي نصلي في المسجد، يحاسبك أنت اليوم أدركت التكبيرة الأولى في صلاة الفجر؟ صليت في الصف الأول؟ إذا كان أعلى من هذا إلا أنت صليت لك ركعتين في الليل لله تبارك وتعالى، يحتاج بيناته محاسبة. هذا الأخ الصادق الذي دائما يذكرك، وذلك جاء في الحكم: اصحب من تنهضك حاله ويدلك على الله مقاله. شو تنهضك حاله إذا رأيته؟ لأن هو مستقيم، هو ما يمكن يقول لك أنت صليت بالصف الأول هو ما صلى، معناه هو مستقيم كذلك، ولذلك هو يدعوك دائما. فإذا حاله تنهضك، وإذا تكلم معك تكلم بالخير. هكذا كانت هذه الأخوة إلا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني عبد الرحمن لما تعفف أعطى درس عظيم لسعد بن الربيع، شوف كبر في عينه، ولما شافه راح إلى السوق ويشتغل، فهي درس عملي، لأن ذول أخوان قالوا لا أنت مالك وزوجتك حلال طيب لك، أنا ما أتدخل في هذا، أشتغل وأعمل. وهكذا قامت أخوة الإسلام بينهم. طبعا كما قلنا الأخوة لا تعني العصمة، قد يجري خلاف بين الأخوين، ولكن كما قلنا لا ينبغي أن يدوم أكثر من 3 أيام. الدنيا كم تعدل عند الله؟ فيكم واحد يشتغل في التجارة؟ جناح البعوضة كم يسوى؟ لو سألنا التجار بكم يباع جناح البعوضة في السوق يضحكون علينا، هذا السؤال ما يصح. الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. إذن هل يصح للمسلم
أن يهجر أخاه ويستمر في هجره من أجل متاع قليل من الدنيا؟ إذا كان الهجر لله لا بأس، لكن أما الهجر للدنيا لا قيمة له مهما كان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حددها في 3 أيام. إذا تحققت هذه الأخوة في أي مجتمع من المجتمعات لا شك أن ذلك الوطن سيكون آمناً مستقراً، وأن الحياة فيه تكون في غاية السعادة. ولذلك لو عشت أنت الأيام، تلك الأيام التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المدينة المنورة، رأيت الخير كله يسري عليهم من كل جانب. ليه؟ لأنه كان مجتمعاً متكاتفاً متضافراً، يؤيد بعضهم بعضاً ويشفق بعضهم على بعض، وإذا جرى خلاف ما يطول، بالعكس سرعان ما مو 3 أيام، يمكن ولا ساعات ولا ساعات. والنماذج على كثيرة لا نريد أيضاً أن ندخل فيها، ممكن ذكرناها في مناسبات أخرى. رقم 11، ميثاق التحالف الإسلامي. وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد هذه المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها ما كان من حزازات في الجاهلية. يعني وضع قواعد عامة للتعايش بين المسلمين. هذه المعاهدة لسه مع المسلمين، إنهم أمة واحدة من دون الناس. هذا ينبغي أن يعرفها كل مسلم. أنت ما يمكن تعمل قياس بين المسلم والكافر أبداً أبداً. بعض الناس يتجاوز في الكلام، والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، لأن الشخص قد يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالاً، ربما تهوي به 70 خريفاً في قعر جهنم نعوذ بالله. بعض الناس ربما يفضل بعض الكافرين على المسلمين، ما يصح هذا أبداً 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 أبداً. لو كان أفسق الفاسقين أفجر الفاجرين، ما دام يحمل لا إله إلا الله لا يمكن أن تضعه بالمقارنة مع الكافر، يعني لا تصلح المقابلة أبداً، المقابلة لا تصلح أصلاً. أين هذا من هذا؟ أين الثرى من الثريا؟ فإذاً لابد أن ينتبه المسلم إلى هذا المعنى، شو أمة واحدة، المسلمون فيما بينهم أمة والكفرة أمة، لكم دينكم ولي دين، شوف مقارنة، والفاسقون في أمة الإسلام والعصاة في أمة الإسلام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك والفضل الكبير. ثم قال تعالى جنات عدن يدخلونها، وإذا قالوا هذه الواو تكتب بماء الذهب، الله وعد الجميع في الجنة، ما دام مات على التوحيد مآله إلى الجنة قطعا، فكيف تقيسه بكافر خالد في جهنم؟ بعض الناس يقول لك يا أخي هذا يعمل خير وهذا أحسن، كلمة أحسن ما تصح، هذا ينبغي أن نصحح ألفاظنا حينما نتكلم. قد يرى بعض الأعمال الحسنة عند الكافرين فيقول لك هذا أفضل، بهذه المعاني يمكن تقول هذا المسلم مقصر، صحيح ما ينبغي أن يكون هكذا، لكن تفضل الكافر عليه لا يصح. شوفوا أمة واحدة. ثم ذكر المهاجرين، بس عندك عبارات ممكن تحتاج إلى توضيح، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه. المفرح هو الذي أثقلته الديون طبعاً، كما قلنا لأنهم أخوة، ولذلك إذا كان واحد بينهم أصيب بهذا لها قواعد في الشريعة ومعلومة. ولا ينصر أو ولا ينصر كافراً على مؤمن، ولا ينصر كافراً على مؤمن. إذا بنود وضعها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة المنورة، كما قلنا كيف يكون هذا مع هذا؟ ما يصلح، لا يصح ذلك. أفسق الفاسقين في المسلمين يقول العلماء نوره أضوى من الشمس، يعني يحمل لا إله إلا الله. تعرف حديث البطاقة، حديث البطاقة ربنا تبارك وتعالى أنجى به شخص ذنوبه كمد البصر وله سجلات لا تحصر، لكنه يحمل كلمة التوحيد، ما دام يحمل كلمة التوحيد فهو مسلم حافظ عليها. قد يكون عاصي نؤدبه، نقيم عليه الحدود، يعني نقول له لا يجوز، نضع أي أشياء، لكنه يبقى مسلم.
وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. شوف أدنى المسلمين، يعني لو كان خادم ويجير أحداً تقبل إجارته لأنه مسلم. هذه البنود كثيرة لا نقف عندها جميعاً. وإن المؤمنين يبيئ بعضهم على بعض، البوائع المساواة الأكفاء بما نال دماءهم في سبيل الله، يعني كلهم في هذا سواء. وإنه لا يجير مشرك قريش مالاً لقريش ولا نفساً إلى آخره. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه البنود وقال إن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثاً ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى آخره. وإنكم مهما اختلفتم، هذا البند الأخير مهم جداً، وإنكم مهما اختلفتم، سيكون اختلاف، معناها قد يقع الاختلاف، بل ربنا ذكر القتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف مؤمنين حتى ما قال مسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أصلحوا، الخطاب لمن؟ لأهل الإيمان، ما تنتظرون أهل الكفر حتى يأتون، لأن أهل الكفر إذا جاءوا يزيدوكم بلاء على بلاء وشقاقا بعد شقاق كما ترى، والواقع يشهد بهذا. لكن لا، أنتم أصلحوا، أنتم بادروا في الصلح. فالخطاب لأهل الإيمان، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لو التزم المسلمون بهذا البند فقط لأفلحوا. من جميع هذه البنود لو التزموا بهذا البند اللي هو رقم 16 عندك هنا لأفلحوا. أي خلاف ترجع فيه إلى الله وإلى رسوله تنحل المشكلة، لأن الرجوع إلى الله وإلى رسوله معناها تأتي الرحمة والخير، أما الرجوع إلى الشيطان يأتي الشر والبلاء. وكل شيء عارض الله وعارض رسوله فهو شيطان. فإذا دائما شوف، حتى في الحياة الزوجية الزوجان قد يختلفان، لكن ليش بعضهم تنحل مشاكله بسرعة وبعضهم تطول وربما يؤدي إلى فراق؟ هذا السبب، إن احتكما إلى الله وإلى رسوله دخلت الرحمة وجاءت الملائكة وذهبت الشياطين، حلت المشكلة بسرعة. لكن إذا احتكموا إلى الشيطان، الشيطان أسعد ما عليه أن يفرق بينهما، أسعد ما عليه. وهذا قل هكذا في المشاكل التي تجري في العالم الإسلامي كله الآن، لو أنهم احتكموا إلى الله وإلى رسوله، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا حكم الله على الرأس والعين، هذا حكم الله على الرأس والعين، حلت المشكلة سرعان ما تنحل ما دام مسلم. فإذا هذا بند عظيم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، والصحابة قد فعلوا ذلك واحتكموا به وسعدوا به، والنماذج على هذا كثير، ربما ذكرناها في بعض المناسبات. إذن هذه الوثيقة تعد من أهم الأعمال، أدت إلى استقرار المدينة الناشئة والدولة المؤسسة حديثاً، فنشأت نشأة أمن وسلام واستقرار. في كل المشاكل جاءت من خارجهم، ما جاءت من عند الصحابة أبداً، يمكن اليهود، يمكن المشركين، يمكن المنافقين، يمكن أعراب البادية المرتدين غيرهم، أما الصحابة ما تجد واحد منهم أثار مشكلة أبداً في المدينة أبداً، لأنه مجتمع مترابط وتكاتف وتحابب، فعاش باستقرار. وهكذا أنت لما تفتش في البلاد تجد أي بلد يقوم على هذه المعاني يعيش بسلام، فهو دستور للأمة في الحقيقة، يسمى دستور، سابقاً يسموها وثيقة، في زماننا تسمى بالدستور. حقق هذا الدستور العدل بين المسلمين على أتم وجه حينما قال يجير عليهم أدناهم، الكلمة فيها إشارة إلى علو مقام المسلم. أدناهم، شو معنى الإجارة باختصار؟ نحن ذكرناها فيما مضى، لكن كما قلنا في أول الدروس قد يكون عندنا بعض الإعادات لبعض الأمور يقتضيها المقام.
يعني إن شاء الله الله يعيد للمسلمين عزتهم ومكانتهم. لما يكون المسلمين فتحوا بلد من البلاد حكموا على أهلهم بكذا وكذا، يأتي واحد من فقراء المسلمين يقول لا فلان في إجارتي، ما حد يمس بسوء، خلاص يعني فلان الكافر يوم الأيام أحسن إلي ساعدني أنا أجيره أجرته، خلاص ما تقول هذا فقير هذا ما يفهم، لكن لها شروط لها وقواعد ولها نظامها المعين، كما يمكن لعلها تمر معنا في بعض المناسبات، وإلا إذا رجعت إلى بعض الدورات السابقة قد تجد تفصيل عنها في هذا الباب. هذا معنى الإجارة، شوف حتى لو أي واحد. ولذلك أجرنا ما أجرت يا أم هانئ، ولك هذه امرأة إيش تزن؟ علي بن أبي طالب ما تتكلم أبد، يريد يقتل دون مشركين، قالت لا أنا أجرتهم من أحمائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو، قفلت الباب، قالت هذا أخي علي يريد أن يقتلهما وأنا أجرتهما. قال أجرنا ما أجرت يا أم هانئ، خلاص يجير عليهم أدناهم. شوف المسلم، إذن ما دام مسلم خلاص يحترم قوله وله شأنه، المسلم عند الله عظيم، ما في أعلى من المسلم بسبب حمله لكلمة التوحيد، بسبب حمله كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد هذه ليس هناك أسمى منها. ولذلك دائما المسلم يفزع إلى الله أن يتوفاه مسلما، فمن مات على الإيمان فقد أفلح، مآله إلى الجنة قطعا. وذلك قض مضاجع الصالحين، إيش اللي قض مضاجعهم وأقلقهم؟ خوف الخاتمة. يا رب نسألك حسن الختام، يا رب نسألك حسن الختام، يا رب نسألك حسن الختام، هذه أهم شيء. أما الذنوب فقل لك الذنوب لا أبالي بها، بكى أحد الصالحين عند موتي يذكروا أنت تعمل وتعمل وكذا، وما قال يا جماعة ماني شايل بال للذنوب أبدا، لو كانت ما كانت، أنا أخشى على الخاتمة، أنا أطلب من ربي أن يحسن ختامي، أن يميتني على التوحيد، هذا هو الأساس بس، وإلا بعد ذلك ربنا غفور رحيم وكرمه لا يخطر لك ببال، حتى إلى درجة أن رحمة الله حينما يقسمها بين عباده كما في الصحيحين، في الصحيحين الله جعل الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا في الأرض يتراحم به الناس، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تطأه من رحمة الله، وادخر عنده 99. أنت تصور فكيف يكون ذلك، كيف سيكون ذلك؟ لا شك أنه سيكون عظيما، إلى درجة أن العلماء قالوا إن إبليس الشيطان الذي طرده الله من رحمته ليتطاول حينئذ إلى رحمة الله. لك لعله ما دام هؤلاء الذين أوقعتهم في عظائم الذنوب وكل حياتي أنا أغريهم ذهبوا إلى الجنة، طيب أنا لعله، لكن هو لا نصيب له من رحمة الله، يعني إلى درجة الرحمة هذا المسلم. فكيف تقارن بالكافر؟ يعني لا تفهم من كلامي أن نحن لا ننتقد المسلم العاصي، لا، ونكره معصيته، لا نكرهه، نكره معصيته إذا إن سلطة عليه نؤدبه، وإذا كنا نقيم الحدود نقيم الحد عليه، كل رحمة به ومحبة به، وقد نقاطعه في الله محبة به. لكن أنا أتكلم قصدي، أرجو أن تفهم كلامي، أن قصدي لا تساويه بالكافر أو تفضل الكافر عليه، هذا الخطر، الخطورة هنا، أن تفضل الكافر عليه أو ربما تساويه بالكافر، لا يمكن، لا يمكن. المسلمون أمة واحدة، المسلم لا يمكن أن يقاس بغيره أبدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاحتكام إلى الله وإلى رسوله كما قلنا، وهذا أمر عظيم. بعد هذا التكافل والتضامن، تأمل، تأمل كيف يكون حال وطن هؤلاء أهله وسكانه بهذا التآلف، بهذا التحابب، بهذا الترابط، بمعرفة كل إنسان ما له وما عليه. لا شك
أنه سيكون على غاية من الاستقرار والأمن والاطمئنان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق ذلك في حياة المسلمين. طبعا الإنسان قد لا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجات العلى، لكن شيء فشيء شيء فشيء. يعني أنت الآن مثلا الذي يسمع هذا الكلام الآن، إذا كان بينه وبين أخيه حزازة دنيوية يجتهد أن يتخلص من ذلك، وأن يكون هو السابق، أن يكون هو الذي سبق إلى الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلتقي المسلمان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شوف، وخيرهما، ألا تريد أن تكون من الأخيار؟ هذا فرصة لك. فإذا كانت بينك وبين أخيك يعني شحناء كذا، حاول أن تعالجها صحيح سريعا. خاصة يا أخواني، هناك خطورة، هناك خطورة في الأيام الفاضلة كليلة النصف من شعبان وليلة القدر، التي يغفر الله فيها لجميع خلقه، يستثني من ذلك اثنين: المشرك والمشاحن. شوف، اللي بينه وبين أخيه مشاحنة، يقول: دعوهما حتى يصطلحا. والخطورة كيف؟ كل هالناس غفرت لها إلا أنت بسبب ما تعمل الدنيا قليل. اللي الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة، وأنت مختصم معه على بضعة دراهم أو شيء من متاع الدنيا. الموفق الذي ينتصر على نفسه وعلى شيطانه وخلاص، رسول السلام عليكم يا أخي، خلاص سامحني، انتهى كل شيء، راحت مشكلة، حلت المشكلة. فإذا يعني المسلم يجتهد شيئا فشيئا. وطبعا أيضا قد لا يرقى إلى هذا التآلف بين إخوانه، لكن يدعو لهم، يذكرهم بالخير، إذا كان هناك محتاج ويستطيع أن يساعده بشيء لا يقصر. إذا واحد مثلا له حاجة وهو صاحب جاه لا يقصر، وأدي زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يعني المسلم يحاول أن يتأسى قدر الإمكان شيئا فشيئا بهذا الجيل المثالي، لأن جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أشبه، نقول أشبه بشموس طلعت على الكون مرة لم تتكرر. ما تجد في تاريخ الإسلام كله مثل الصحابة 100% أبدا أبد، مستحيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن نسبهم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في واحد ينفق مثل أحد ذهب، لكن لو من متأخير الأمة أنفق في سبيل الله خالصا مخلصا لوجه الله مثل جبل أحد ذهب ما يساوي كف حنطة أو نصف كف قدمه صحابي، فمن يلحقهم؟ نقول: أسعد الناس الذي يحبهم. إذا وجدت في قلبك حبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فافرح واحمد الله على ذلك. وإذا كان في قلبك شيء على واحد منهم، أي عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد منهم، فانتبه لنفسك وصحح الخلل الذي أنت فيه، لأن هذا خلل عندك، خلل انتبه له. ولا تتدخل فيما جرى بينهم، ما تقول هذا عارض هذا وهذا وكلام صاحب، أنت ما لكم مالهم، ذول أهل بيت فيما بينهم جرى، نفوسهم طيبة، فكرتهم غير فكرتك، ونظرهم غير نظرك، ومعاملتهم غير ما تفهم أنت. أنت مثل أهل بيت أخوان اختصما، أنت الأجنبي تتدخل بينهما، ما لكم مالهم؟ قال لك: يا أخي أنا وأخويا، أنت ما تدخل، وهكذا يقول الناس. إذا كان هو أخويا تشاجر ويجي واحد بعيد كذا، قل له: لا، ما لك دخل أنت، خلينا أنا وأخي نتفاهم. إذن دول أهل بيت ما تدخل فيهم، دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نفوسهم طيبة. كما قلنا يا أيها الإخوة، ونحن نذكر أيضا بكتاب مقاصد الرعاية، أنه النفس إذا كانت طيبة لا تتصور أنها تذكرك إلا بالطيب. هذه النفس بالقمة إذا تزكت قد أفلح من زكاها.
ما تدعوك إلا إلى الخير ولا تذكرك إلا بالخير، وإذا قصرت تؤنبك. أنت شوف نفسك وتحاسبك، هي تحاسبك، نفسك تحاسبك أنك ليش قصرت، ليش ما فعلت كذا. إذا مثلا أنت كنت معتاد تصلي دائما في المسجد والآن فاتتك الصلاة، شوف نفسك أنت حزنان متألم، إيش حصل من عندي، لماذا؟ لأن نفسك طيبة. الآخر على العكس، على العكس، نفسه دائما تذكره بالشر، نعوذ بالله، ويسيء الظن بالناس وكذا، يهدف كذا إلى آخره، النفس. وذلك شوف سر القسم المتكرر والتحقيق، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وذلك دائما نحن ندعو الله أن يزكي نفوسنا، رب آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. عندك رقم 12 فقط نبدأ به قليلا، أثر المعنويات في المجتمع. هنا ساق لك عدة أحاديث كثيرة جدا وهي مهمة، حبذا لو أمكننا أن نحفظها أو نحفظ بعضها، لأنها كلها تصب في تآلف المسلمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شرط وجواب، تدخلوا، لذلك مجزوم هذا الفعل بجواب الشرط، تدخلوا الجنة بسلام. طبعا عبد الله بن سلام تعرفه، كان من أحبار اليهود وأسلم، وله قصة عجيبة في إسلامه، ثم ربنا تبارك وتعالى أكرمه بأن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وقال من شاء أن يذكر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى عبد الله بن سلام. وذاك مبشرين في الجنة مو 10 فقط، كثيرون جدا، لكن هؤلاء 10 ذكروا في حديث واحد ومساق واحد، أما غيرهم كثير، وقد جمعهم بعضهم في كتاب، منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كان من أحبار اليهود وكان ذكيا. لما أراد أن يسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سل قومي عني أولا قبل أن تخبرهم بإسلامي. هذا من ذكائه، لأن اليهود قوم بهت يكذبون، من يقول أسلمت راح يفترون علي افتراءات كثيرة، هم كذبوا على الله وعلى موسى عليه السلام ما يكذبون علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله في محله وخلى ستارة ودعا أحبار اليهود، كانوا يأتون المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصير حوار ونقاش من بينهم، سألهم يعني يا معشر اليهود يعني ألا تشهدون أما والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، قالوا لا نعلمه. شوف النبي يقسم يمينا مكررا مؤكدا أن اليهود يعرفون أن محمد رسول الله، فقال أيكم عبد الله بن سلام، قالوا ذاك كبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأثنوا عليه خيرا، قال ماذا تقولون لو أسلم، قالوا حاشا لله ما كان له أن يسلم، ماذا تقولون لو أسلم، قالوا حاشا لله ما كان له أن يسلم، إلى آخره. فقال أخرج عليهم يا عبد الله بن سلام، رفع الستار وطار، قال يا قومي، كرر مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله حق. شوف موجود في التوراة معروفة، قالوا هذا كذاب هذا شرير وشتموه شتما كبيرا رضي الله عنه. شوف هذا من ذكائه، يا رسول الله سلهم عني أولا حتى الناس تعرف، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم عارفه، لكن حتى لا يبقى في قلب أحد يقول هذا ممكن كذا وكذا، لأن من أحبار اليهود من كبراء علماء اليهود اللي أسعده الله بهذه السعادة فأسلم وأصبح من أهل الجنة، بل من المبشرين بالجنة. وعندك الأحاديث الكثيرة، يعني هذه إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومعرفتك، وامنن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.